دير لايف دير لايف كده خارج أرض الوطن. معنا من هنا مباشرة من بوزكورة، كما كتلاحظوا معنا في الصورة أحد البيوت اللي أصبح رماد كل ما تحمل الكلمة من معنى. لاحظوا معنا يعني قبل ما تدخلوا في التصريحات ديال أصحاب المنزل، وإنكم تبقاو معنا في الصورة تشوفوا هادشي اللي واقع هنا. لاحظوا يعني منزل احترق يعني بالكامل، التفاصيل غادي نعرفوها على لسان اصحاب المنزل. لاحظوا معنا هنا اصبح، لاحظوا هنا هذا اصبح رماد. لاحظوا شي كله اصبح، هاد لاحظوا النار هادي حتى من النافذه، هاي كما كتلاحظوا النافذه يعني كلشي احترق. باقي التفاصيل غادي نحاول نعرفوها على لسان ديال اصحاب المنزل كما قلت، غير بغينا نخليكم في الصوره مشاهدينا الاوفياء. بقوا معنا هذا ماشي هذا المحل سير حتى يدخل دابا. اللي مشكوك فيه هو اللي مشابه مع حتى شي، ما عرفتش اختي انت هذا راه شجر هو منين البلاصه تحرك طاح هنايا، طاح على الفراش انت هذا فراش هنايا ما فين كتكنس، هذا فراشي هذا امين. واش نتوما ما كنتوش في البيت ولا شنو؟ لا ما كنتش في البيت، انا كنت انا ما كنتش، انا عندي محل اخر عاوتاني فوق، ما كنتش انا كنت عند اختي حتى سوال فينا بلاصه. اذا كتقول هذا الشيء بفعل فاعل زعما؟ 100% فعل فاعل ياك؟ يعني
شنقول لك؟ انت صاحب المنزل ياك؟ انا صاحب المنزل اخويا. انا هذه السكنه ديالي، انا تحت وكاين الفوق، ودير واحد البلاصه برا هنايا مدور بها واحد البارير، حاط فيها سلعتي. قرب ميكرو عندك باش يسمعوك الناس. حاط فيها السلعه ديالي، وحاط فيه فراش، وحاط فيها الماء عندي ولي. باش كنخدم وداك الشيء كنلبس به الحياه اليوميه ديالي، كل شيء مشى، رزقي كل شيء مشى. تقريبا 5 مليون ديال السلعه. قرب ميكرو عندك. 5 مليون ديال السلعه. والمواعن والفلاش كلشي مشى، ما خلاو لا خدام، يلاه كريم. هذا فعل فاعل اخويا، دعيت من الله كرموني في هذا العوده. هذا الشيء امتى وقع هذا الشيء؟ نهار السبت مع جوج ونص ديال الليل. مع جوج ونص ديال الليل. وتصاب ذاك النهار بعدا انا عاد الدار ديال نسابي اللي في واحد المحل اخر. يعني لحسن الحظ ما كنتوش هنا في الدار. ما كناش، لو كنت انا كنجي مره كنجي كنمشي كنجي كنجي. واش هذا سكن ولا غير كتجي لي مره؟ سكن فيه. مشيت لواحد العائله باغي نجي ديك الليله. قالت لي المراه سير بوحدك، قالت لي باغي تقوى انا نمشي. لا والله ما نمشي، باذن الله بقيت تما. من جيت مع التلاتين حتى كنلقى هنايا كنتفاجئ بالبومبيه ولينا للدار والعافيه شاعله. اش نقول لك؟ ما شاء الله. واخا دابا واش كتشكوا في شي واحد؟ ما هذا فعل فاعل. فعل فاعل. فعل فاعل 100%، ولكن يعني كيما غتشك كيما غتقول. واش هادشي صرحتي به عند الدرك الملكي؟ الدرك الملكي ديالي. الدرك الملكي راه دايرين العمل ديالهم، راه داك الشيء يعني خذوا الاجراءات. خذوا الاجراءات كامله، راه الله يجازيهم بخير، راه كيبعثوا في الامر. دابا شحال ديال الخسائر هنا دابا؟ تقريبا السلعه ديالي تقريبا 5 مليون و6. جات لي داك الشيء اللي عندي كله حاطو سلعه ودوزين باش كنخدم والفريش والمواعين كلشي. واش كان عندك شي محل ديال شي حاجه هنا؟ نعم. هذا محل ديال شي حاجه كنتي ديرو من برا؟ السلعه ديالي وباش كنخدم. اشنو الدومين ديالك؟ شنو كدير انت؟ انا كنبيع ونشري. كتبيع وتشري؟ واش كانت شي مواد قابله للاشتعال هنا ولا شنو؟ ما فهمتش. بوطاغاز اللي كانوا. يعني كانت بوطاغاز هنا. بوطاغاز الله يحفظ الله. حاجه ما حسن الحظ ما وقعت حتى شي خسائر جسيمه. لا خسائر بشريه ما كايناش الحمد لله. الحمد لله شكرا على هذا. يعني حيت ما كنتوش في الدار. ما كناش في الدار اخويا، وربي سبحانه وتعالى سترنا. ما صراحة هادشي اللي شنا بحال شي قنبولة نازلة هنا خويا، ضمنوني يا خويا. يعني هادشي مش على تفيلعة في هاد الحوايج، هاد الملابس هاد. تشوف على عينك. كلشي كاين الماكلة. كلشي كاين. يعني هاد البيت ولا كحل. كحل غادي تطلع الفوق وتشوف الدنيا كي ولات. البيت ولا كحل. كان ممكن تطلع معايا خويا فوق. مرحبا، سير معايا، سير معايا. لا تي اطون ساليتي معاه هنا؟ لا دابا ديال ضيف انا، اسمعي خصو يمشي معايا بلا يكمل معايا ضيف. هو يكمل ندير معاه هنايا، حيت غندير ليه انا سميتيني. حس باش يبان حط الصوت. اوكي سير اخي كمل. لا كمل، راه قال لي اجي نطلع الفوق. اش كان كمل هو؟ قال لي الفوق وبقى معنا هنا. انت دير هذا داك، دير الاختتام. لا ما فيش اختتام، شنو دير اختتام؟ لا ماشي اختتام، ان شاء الله غنرافقوا في لا خلي اللايف مباشره، ماشي مشكل، خلي حيت ما يمكنش تقطع انا لايف هذا. بنتي حيدي انت، ما تبانيش في هذا على بنتي. حاول تسنى الميكرو عندك باش الصوت يسمع. الله يرحمك بحال هكاك، الله يرحمك، ما تنساش كتنسى كتعاود دير ليه بحال هكاك، حيت باش الصوت يدخل من الاول. لا ماشي مشكل، غتبريباري الشغل ديالك. ماشي مشكل. السلام عليكم. الاسم الكريم عطيني عفاك التعريف ديالك. واش عيب الصادقي؟ نعم تفضل. عيب الصادقي. كتسكن في هاد الدوار؟ كنسكن في هاد الدوار منذ 56 سنة. داكو. تقريبا شحال من عام؟ هذا ما بالوش وقع عليك. تفضل. شحال تقريبا؟ أنا كنسكن هنايا منذ 56 سنة. 60 عام. 56 عام وأنا كنسكن هنايا. المنطقة الحين هاي ديال العصير، هانت الموطور ديال الثلاجة فين هو؟ الموطور ديال الماكينة الصابون، شوفوا على عيني. هانت هادي البصرية هاهي، شوف هاهي فين هي. هادي هي ديال الضو، هادي مقلة ديال الضو.
هيا تتقلي الفريك هيا عارفين هانتا كل شيء هذا كله باقي هنايا واش هذا شي تماس كهربائي ولا خويا ما نكذبش عليك حنا ما عرفناش هادشي شنو قالوا لكم ما عرفناش هادشي داكشي اللي قالنا الضوميه قال لهم خلينا المحضر مفتوح هنايا ثلاثه البوطات اللي كاينين هنايا كلهم تنفسوا عجب الله تنفسوا ما كنت فرض غير حتى واحد ما غيبقى حي شي واحد ما غادي يبقى حي ثلاثه البوطات ديال الكاس لا جيران ما وقع عليهم حتى شي حاجه ما وقعت لهم مرضى الله والوالدين وانتم ما كنتوش نهار السبت حنا ما كناش نهار السبت هنا بيتين شنو انا بيتي عند اختي وانت عيطوا لكم قال لكم بان عيطوا لي مع 3 ونص ديال الليل عيطات لي السيده خدامه معايا هي اللي عيطات لي قالت لي هني اختي انت فين قلت لها انا في الدار فينا بلاصه قلت لها انا عند اختي قالت لي راه محلك اختي راه تحرق ما تخلعيش راه محلك راه تحرق راه تقدر ما بقاش فيه حتى حاجه ما تخلعيش راه محلك تحرق ما تخلعيش واش غادي دير المهم يا زعما باش ما ايوا جيت ملي جيت لقيت العافيه شاعله لقيت الفون بيا واقفين جات امي كاينين كلشي كاين هنايا واخا مشيتو عندهم درتو المحضر شنو قالوا لكم؟ لا مشينا عندهم جدرميه قال لك مشينا عند جدرميه قال لك سيروا دابا انا نفطر محضر مفتوح يعني وقعت شي وقع نهار السبت وقع نهار السبت اذا وقع ليل السبت وصباح الحد هي هذيك اذا اليوم اثنين عاد غياخذوا الاجراءات عاوتاني اجراءات اخرى انتم دابا واش عندكم شي اديال عندكم شي حاجه خويا حنا ما دايرين حتى شي حاجه حتى مع شي واحد ما عندنا حتى شي حاجه مع حتى شي واحد ما عندنا شي حاجه دابا كتشكوا في شي واحد ما كنشك حتى في شي واحد ما كنشك فيه لا كنشك في شي واحد كون مشيت لعندهم ديريكت ما كنشك في حتى شي واحد ما كنشك فيه فعل فاعل هو راه فعل فاعل هادشي اللي قلت لك اذا هذه ماشي مثلا شي غير طو تماس كهرباء لا ماشي الضو هذا فعل فاعل شي واحد اللي دار العافيه لا ماشي الضو الضو غادي تشعل العافيه من هنا وتشعل من هنايا هادشي اللي قلت لك هادشي اللي قلت انا دابا انا نقول لك دابا فهمني انت واش العافيه غادي تشعل من هنا راه من مصر من هنا وغادي تشعل من هنا من عند الباب هادشي اللي غاتبينو دابا التحقيقات جوج بيكالات ديال الدراري راه ما فينا بلاصه راه كتشوف هذاك الشيء راه كله متحرق راه ما فينا بلاصه من يوحي الفراش هذيك كتشوف بها دوك راه مدار راه ما فينا راه مدار هذوك راه ما فينا هذيك الطابله ديال الرخام راهي هنايا بيكالا الاخرى راهي فينا هي في البلاصه الطوطه الفراش راه فينا بلاصه كيبان لك راه وقف هنا الحمد لله ما كاينش شي خسائر بشريه لا الحمد لله شي خسائر بشريه ما كاينش كاينه غير خسائر ماديه خسائر ماديه يعني كاينه وعلى سلامتكم بعدا الحمد لله من فات الراس بعدا الحمد لله